كل شيء كان عاديا إلى أن تجاوزت هذه السيدة المنقبة عتبة إحدى المحاكم البريطانية، فقد طالبها القاضي بالكشف عن وجهها كشرط للإدلاء بإفادتها. هذا القرار أعاد للواجهة النقاش حول السماح بارتداء النقاب والبرقع في المرافق العامة والدوائر الحكومية، وارتفعت درجة الجدل حينما دعا مسؤول في الحكومة البريطانية إلى النظر في إمكانية حظر ارتداء الفتيات للنقاب في المؤسسات التعليمية، لكنه تناول هذا الطرح بحذر. أعتقد أنه ينبغي فتح نقاش حول ما إن كان مسموحا بفرض نوع من الأزياء على الأطفال. أعتقد أن هذا النقاش سيكون مهما، لكن رأيي هو أنه لا داعي لأن يتدخل القانون أو الحكومة في خيارات الناس الدينية. قبل فترة قصيرة ألغت إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة برمنغهام قرارا سابقا كان يقضي بحظر ارتداء الطالبات للنقاب، وتختلف الآراء إزاء هذا الموضوع، لكن ثمة من يرى أن أي طرح لنقاش ارتداء النقاب يحمل في طياته تعديا على الخصوصية الفردية. انتقاداتهم لن تغير لدي شيئا، فليس لأحد أن يفرض علي ما الذي ينبغي أن أرتديه، تماما مثلما أنه ليس باستطاعة إجبار أحد على أن يستر جسده إن كان شبه عار. ليس من الغريب أن تشاهد نساء منقبات وأخريات متحجبات في أشهر شوارع لندن التجارية، لكن المتتبعين يخشون من أن النقاش الذي بدأ حاليا في بريطانيا أن ينتهي حيث انتهت بلدان أوروبية أخرى كفرنسا التي منعته منعا باتا. عبد الرحيم الفارسي، كنوز عربية، لندن.